سيدتي سادتي محبينا متابعينا على قناة اليوتيوب شوبير دي زاد وعلى صفحة الفيسبوك شوبير عايد هيدلس، كالعادة وغير جد علينا نستضيف الأخ والزميل والمحلل والناقد الرياضي الجزائري ابن مدينة عايد هيدلس أحمد شوبير. أولا سيدي مرحبا بك. السلام عليكم، السلام على الجماعة اللي معنا هنايا والناس اللي مشاهدوا فينا خويا داخل الوطن وخارج الوطن. شكرا لك زميلي أحمد شوبير. موضوع اليوم سوف نخص حول الوافد الجديد في قائمة الناخب الوطني جورج ليكاس، ألا وهو إدريس سعدي، حيث أن تواجده بضمن القائمة الموسعة التي أعدها الناخب الوطني جورج ليكاس استعداد نهائيات كأس إفريقيا المقبلة. يكون إدريس سعدي قد استفاد كثيرا من بدايته المثالية هذا الموسم مع فريق كوراتري، حيث وقع 10 أهداف في 18 مباراة وأثبت بذلك أنه الراجل المناسب للنادي البلجيكي المغمور. تألق سعدي لم يمر مرور كرام ليلفت بذلك أنظار ليكاس ويعزز حظوظه في التواجد ضمن القائمة النهائية للكان، ومن جهتها كانت لها هدفية في إيقاع الخلافات بين اللاعبين، حيث أن بين لاعبي المنتخب الوطني، حيث عنونت جريدتها اليوم تحت عنوان ممكن أسلوب سعدي يختلف كثيرا عن أسلوب لاعب سليماني، فما هو ردك حول هذا العنوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هذا سعدي أعطى فانيك المثل وأعطى صبعة جديدة لهذو العباد معبد آمون بالوطنية والروح الوطنية والتحمس تاعو لتقمص ألوان الفريق الوطني الجزائري وهو عالم الجزائر، كما قال لهم جيت باش نلعب في الجزائر، وباش هو اللعاب اللي راه تما بزاف لي زيكيب راهم يتبعوا فيه، ولو كان زعما كيصبر زعما كيزيد يصبر عام عامين نسيبوه في فريق كبير. بصح حتى ولا زاد عطى صبعه لهذو اللي هنايا اللي يقول لك باللي راهم يجوا بلي زانتيري، قال لك راهم يجوا بلي زانتيري ونعرفهم كيفاش يجوا، كيما كانوا يهضروا قالوا لا نعرفهم كيفاش يجوا، حيث انه رد عليهم بإجابة انه اختيار الجزائر كان امرا محسوما ولم افعلها من اجل المصالح بل لاجل الدفاع عن الوان المنتخب الوطني بقوه. تشريف العائله تاعو، تشريف كيما يقول لك الوان الوطنيه، اكثر مني مش كيما هادو كانوا يديروا الخلون بكري في لي زيكيب تاعهم، ما يخلوش الناس يجوا يلعبوا، ما يخلو حتى واحد يجي يلعب غير هما، تدق تقول كلش ما خلى والو موراهم. بصح الناس دروك رانا نهضروا، حنا هضرناها من قبل وزدنا رانا نهضروا فيها، راهي كاينه الاستمراريه في فريق الوطني الجزائري، كاين كيما يقول لك بروغرام على المدى الطويل ماشي المدى القصير. حنايا نصيبوا ادم الناس على جبناه، بالناصر على جبناه باش يلعبوا كوب دافريكو صايك هيا روحوا، ناس خاصهم دروك هادو خاصهم الكاليفيكاسيون تاع 2019، خاصهم تصيبها في ماك تصيبها في ماك كالي لافريك، كيما كانوا يديروا لي زافريكا يخدموا كاميرون غانا كسموها نيجيريا السينيغال، خدموا على المدى البعيد. حنا رانا قاضبين استراتيجيه رانا نخدموا فيها، ما يجيش يقول لك لا هادو جاو راني عارفهم كي جاو، كي جاو قلنا كي جاو، نتوما كنتو تروحوا ليكيب ناسيونال عارفين، وباش تقول جاو على المصالح تاعهم. كرة القدم تغيرت، السياسة تاع كرة القدم تغيرت، اللعاب راه إشهارات، باكية أمو يجي اللعاب يربدها يدير بها إشهار، واو لا خويا، باكية أمو يربدها يدير بها إشهار، شنا سليماني ديك تشينا ولا ما شتيها دير بها إشهار، هذيك باطلة دايرها بالدراهم، واش هو من يجي يعرضوا عليه إشهار، فاني كيدير يدير بالدراهم، راه خدام في كلش. خدام في التيره وخدام في الاشهارات، هم شي انا عارفهم علاه جاو، علاه جاو على لي زوروبيا، ميسي كريستيانو هذو الجوار الكبار، لو كان تربد تصويرته في كاس شركه ديك الشركه تخلص الملايير، خاطش على الناس هم شادين تصويرته لي التصويره تاعو ما تندارش في بلاصه وحده اخرى، تندار غير في ديك البلاصه، راك فاهمني، ما تجيش يضرب كيقول لك ها هذو عرفناهم كيجو كيجو قلنا شو كيجو ها تهضروا غير الهضره برك تحطيم فريق الوطني. وزيد الصحافه، شنا الصحافه اليوم كتبوا باللي عكاش كتبوا شنو داروا، اسلوب اللاعب سعدي في جديد المنتخب الوطني يختلف كثيرا عن اللاعب سليمان. هذه صح، اسلوب هذه صح، هما داروا هذا الخلاط هو تلمو يحشم ومازال جديد، وهو رد عليهم يمكن قال يمكننا ان نكمل بعضنا، مازال جديد وجا جديد وكلش، يقول لهم باللي الاسلوب تاعنا يتقارب، بصح لا
لعب فور، لعب عنده لي كاليتي بزاف، يلعب براسو، يلعب بدو بي تاعو، يلعب دو بي، يلعب بيماركي من كل جهات، يعرف كي يسمح مساحات روحو، يسمع مساحات روحو، يعرف كي يدير، يستعمل لا فيتاس تاعو، يعرف كلش، يطبق الخطه، يعس روحو في لورجو، ما يقلبوش من خطرات تسع خطرات في بارتيه واحده، يعرف حنا هذو الناس اللي كنا نحوسوا عليهم وكنا نقول اسمح لي تود أن تقول من خلال كلامك أنه يعطي الحلول في الهجوم. يعطي الحلول العديدة، يريح المدرب تاعو، قالت علاه سليماني كنا نهضروا عليه المستوى تاعو مسكين محدود، حنا مشانا نكرهوا سليماني، بصح جا الوقت لسليماني اللي يريح، جا الوقت لسليماني اللي يريح، قالت علاه راه من الماتش تاع الشيشل في الشيشل من فماك مازال ما ماركاش لحد الآن، هضرة قلت يا كاين بيناتي تماركيها ولا ما كاش ولا هذا بان الحال، هو بان الحال ود عمي، عينا منا بصح كان مين كنت نهضر يقول لك هذا الوقت ما كاش اتاكو كيما هو، راه كاين لي زاتاكو، راه كاين بالفضيل، كاين سعدي، كاين كي ما كاش، كاين ما كاش، كاين ها مالك كاين ها صحيح، على ضرب جا الوقت بس سليماني يريح، يخلي المكانه اللاعبين الجدد يعطوا الإضافة في الفريق الوطني الجزائري، رانا نشوفوا باللي الهجوم راه ضعيف، راه ضعيف خاطر علاه راه كيما يقول لك النقص عند سليماني، النقص راه عند سليماني، مع كي يقولوا الفعالية مشي كاينة، الفعالية مشي كاينة، رانا نلعبوا أديس، تنقصوا الفعالية، رانا نلعبوا أديس خاطر سليماني رانا نشوفوا غير واقف. جا الوقت اللي سليماني خويا كسر خيرك، راهم يقولوا باللي انت اللي كاليفيتنا دوزيام تور، وراهم ناسين مبول حيشه خرج كونت الروس، الناس راهم يهضروا غير البون تاعك، كسر خيرك تبقى لك انتيت، غدوا ان شاء الله ميت كبرت تولي كيما ذا مخترع كرة القدم تولي ايقونه، يولوا يجيبوك فينك يحطوك ويقول لهم انايا كومشي انا ما كاش لي كاليفي. نحن هنا لسنا نتحدث عن سليماني بل عن الوفد، ما ناس نتحدث عن سليماني، راني نتحدث لك انا اسمح لي راني نهضر لك على سليماني ينجم يوخر، جا الوقت باش يوخر راه، ها وخر راه هاو بيتا كنا ولا هاو اخر خلينا باين نربح انايا، هاو تهضر لي تقول لي تجيب لي كوب دافريك بسليماني ولا هاو دروك كي دروك ستايل هذه وخر صايك صايك لي جوتي صايك حطه وخر جيد جديده. اذا انت تتعاطف مع جريد الهداف يا ودي ما استعط، انا تعاطف مع جريد الهداف، مش انا متعاطف مع جريد الهداف العيد تفهمني، جريد الهداف هي ما قالت ذلك وهي ما ارادت ان تعطينا، هذو يديروا خلاط، هذو راحوا عنده شو يقول لك محترفين منه، وهذوك يجوا من الهيه وهذوك يجوا منه وتصيبهم يروحوا وما شوف شا قال لك واحد المعنى نقولها لك، واحد شونتير قديم مسكين من ناعي ولا مع شكون، قالوا له شا تقول في حسني ومامي، قال لهم لا قعدنا مستوى واحد، دخل روحه راك فاهمني، هذا مخترع كرة القدم وهذو الصحافة وهذو مين يهضروا لهم على مخترع كرة القدم، هضروا له على بلومي وعلى دحلب، قال لهم لا كان كاع كان عندنا مستوى واحد، انت انا دخلت روحك انت طرحوا عليك سؤال بلومي ولا دحلب، قال لهم لا كاع كان عندنا مستوى واحد، فهمني هذو الناس يبغوا يدخلوا في الضيق حاجه اللي بعيده اللي متر صايك انت تبع، قال لك الاخرى على فرحات النجم الذي راه التنين النائم، على فرحات التنين النائم هما زعما روحوا نوضوه قولوا له راه صباح صايك باين نلعبوا، قال لك الجورنال تاعنا كيما قرات تصب التنين النائم، انا قلت انا ما عرفتش تضحك تصب التنين النائم تصب التصويره تاع فرحات، ها ودي راه راقد ها روحوا نوضوه قولوا له بلي عندنا كوب دافريك يجي يسلكنا يجيب لنا كوب دافريك ويضيع لي بيناتي ويقول لهم شك ميسي وضيع بيناتي فينال، يقول لهم ميسي وضيعها، ها جات زعقه ها صايك بقى صايك ضرب بين جيبو كوب دافريك اللي ندو ناس اللي يلعبوا بالو ماشي نلعبوا لهم البالو، دروك هما راهم يلعبوا غير على سليماني، ايكيب كامله يتلعب على سليماني، وسليماني راه ميت واللي زافريكا فاقوا بسليماني، ها تهموني يا ديميتريس لعبنا كونت تونس بريمي ماتش ماركا، دوزيام ماتش كونت ديك غابون ماركا، تروازيام ماتش كونت الكاميرون ماركا، كوت ديفوار ماركا، زدنا لعبنا فانيك لي كوب دافريك خلينا من كاليفيكاسيون،
نهضر على الكوب داف ما ماركاش ماركا بونت جنوب افريقيا غارديان فات لو تيبو في طول هيك دابا فات لو تيبو ماركا بونت واحد في في لافريك في الكوب دافريك ماركا بونت واحد هما لا خلونا نجيبو ناس لي ماركو ما يقصروش ما يلعبوش لي مي تجي لوكازيون وحده رانا نهضروا فيها ونعاودوا لي كي تجي اوكازيون ماركيها خويا نيجيريا شهدتنا هردنا لي زوكازيون اللي ضاعوا الكاميرون هردونا لي زوكازيون اللي ضاعوا وشلنا لي زوكازيون كي داري ضاعوا وشلنا باللي لعاب سليماني كان خارج مجال التغطيه ان جوار يقلبوك 8 خطرات 9 خطرات اور جو ب 6 مترات 7 مترات هنا اللي كيدخلوا الحسابات سي محمد اللي كيدخلوا ناس يحطوا الناس يدخلوا نقاط في طوين حطوا على الحروف هذه هي